السلام عليكم اخبار الشباب. انا مش سوي زي كذا. السلام عليكم اخبار الشباب شبابات طيبين ان شاء الله. اليوم مقطع ماينكرافت. المقطع اللي اخر مره نزلت قبل 13 يوم اتوقع. طولت المقدمه على شيء يعني ما له دخل. انتم تبون تشوفون ماينكرافت. عشان نحط لكم لحظه في اشياء جديده سويتها، تعرف اللي يعني باشوقكم، انا باشوقكم. لا اول شيء خليني اروح ارقد. بوريكم الاشياء الجديده اللي صارت، بوريكم الاشياء اللي ممكن ابغى اسويها. اول شيء اللي تابعني في البث يشوف انا سويت ايرون فارم، يمكن كان افضل قرار في حياتي، لانه زي ما انتم شايفين جالس اعبث في الايرون كثير مستخدمه كذا. الشيء الثاني سويت ستوريج روم، ترى تعبت عليها، تعبت عليها. انا عارف انكم تحسبوني باجيب ذاك الشيء الاسطوري، بس لا تعبت عليها. شوفوا الموارد، تجميع الخشب مستخدم. والغرفة الثانية شكرا ليحيى شاركني، جاء قال شو رايك تسوي غرفة التطوير هذه، عجبتني وجيت بسوي زيها. طبعا نفس الصورة، حصلت نفس شغلكم بس ارخص. هذه انا اللي قدرت اسويه صراحة، يعني حطيتها، ما حطيت آلة التطوير لانه باقي ما قد جبت المكتبة. قلت هذه الاشياء بسويها، بحط آلة التطوير الان وبطور البيكاكس حقي، بجمع الاشياء حق بوابة النذر واروح النذر وابدا اجمع البليز. بروح اجمع اوبسيديان، ببني بوابه النظر. انا كان ابغى ابنيها هنا بس انه طلع هنا ما في مساحه، عشان كذا بنيت هذا هنا. لكن مبدئيا نفسي احطها كذا داخل كذا. يعني تخيل انه هنا بوابه النظر، احسها دين، احسها والله حلوه، مع انه ما اتوقع ان باقي مساحه كافيه ورا. سويت خط اخيرا زي ما انتم شايفين، يعني سويت يعني انها حركه كذا. هنا بديت مشروع انه انا اسوي انارات، بعدين كنسلتها في النص. شوف البقر، يا اني متحمس اقتلهم. طبعا بقتل كثير، يمكن اقتلهم كلهم. ف اللي فيجيتيريان عاد الله يعينه. ليه ما اسوي لوتينج؟ بطور السيف ولا اطور البيكاكس؟ بطور السيف يمكن يطلع لي لوتينج، ما تدري. اوه صح، لازم اسوي المكتبه، لازم اقتلهم كلهم. اوكي راجع لكم يا اخوان، السلام عليكم، عدنا. وهذه تسوي لنا 18. ما اتوقع 18 شيء يعني رقم واو الصراحة بالعدد. لحظة، بالعدد هل انا جبتها بالضبط؟ هل احتاج بس كان 18 يعني؟ تعال انت، تكفى، عطني ليفل 30. هي اعطيني ليفل 24. لوتينج، سبحان الله الحين يطلع لي لوتينج، حتى لوتينج وشاربنس وامبريكينج. حلو، صح اني استعجلت لكن اشوفه حلو. باقي واحد زياده. تعال لوتينج نستفيد منك. اتوقع باقي احتاج واحد زياده. لوتينج 2، اتوقع اللوتينج على لوتينج 3 هو اعلى شيء. هلا اقتله. شوف شوف القوة اللي فيني. القوة. صوته أرعبني. يا رجال خايف. اول حبة طلع اعطاني اثنين. والله السيف هذا انه او بي صراحة. هل لازم ابني اللي وراء؟ انا اول شيء ابني هنا. كم اعطاني ليفل؟ 30. اوكي انا اموري طيبة الان. الان يبغى لنا نجمع اكس بي. عندي جلد هنا يا اخي يا فيني غباء. وهنا يا اخي واو يا الغباء يا محمد، واو قتلت نص بقري وانا نسيت اني من اول اصلا كان اقعد اقتل فيهم. لازم اروح ادبر لي موضوع الاكس بي، عشان كذا بروح برا اقتل زومبي وحوش. الهدف الجاي ان شاء الله اني اسوي اكس بي فارم، ما ينفع هذا الشغل. انا اشوف انه على بالي يجي الليل بروح اجمع 14 حبه اوبسيديان. طبعا باخذ 14 حبه بس عشان يكون شكل بوابه النظر حلو، يعني ما يكون في بلوكه كذا جايه شاطحه ولا شيء. باخذ 10 الان باخذ 10 وبسوي بوابه النظر كذا على السريع، وبعدين اضبط الامور.
اضبط الشكل حقه وكل حاجه كيف اضبطها في بث. انا اصلا زي ما قلت لكم وقلت الكلام ذا اكثر من مره، إن السلسله هذه ما راح تكمل، راح احاول اخلي السلسله هذه اكبر عدد حلقات ممكن. الحين بسوي بوابه النظر، بحطها كذا مكان عادي، يعني ودي ابدا انزل على تحت يعني كذا على تحت، بس الان صراحه انا بحطها هنا، ما ادري عجبني ذا المكان لان فوق على طول شكل احفر بس بلوكه بيجي او بطلع من الجبل لانه خلاص ما عاد في مساحه. بالله كيف، هل اخليها هنا ولا اوخرها اوديها مكان ثاني؟ احس مكانها هنا حلو يعني، خلاص مو لازم اروح ابني غرفه كامله بس عشان النذر، اقدر ادفها شويه داخل واعدل اماكنها يعني. انا اشوف كذا صراحه جاهز اني اخش للنذر، يا رب ما اموت لانه السلسله الماضيه حق الهارد كور انتهت هنا، انتهت في النذر حرفيا. اخذت اغراضي اللي احتاجها، بسم الله يا رب يرسمني في مكان حلو، يا رب مكان حلو، يا رب مكان حلو. اوكي نوت باد. اول شيء احتاجه البس الجولد، ما في حولنا بيجلن، يلا هلا حولنا بيجلن وينهم؟ ايش وضعكم يا اخوان؟ طيب انا ما راح اسوي، ما راح اجمع من اللي هنا، بروح اجمع في مكان ثاني بجمع دي. تكفى وصلني 30 وخلني ارجع اطور، تكفى والله وصلني 30 يا شيخ اسطورتي. راح حلو، السلام عليكم، لا اراك والله جاء. تعال تعال حياك الله في بيت المتواضع، يا مرحبا اقطع ذا الراس. اوه تحول، اوكي لا 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 تكفى اثبت مكان، خليني احبسك، ابى احبسك، اخاف اضربه واذا دخلت النذر اخوياك كلهم قدامي. الله البلشه. طيب كيف الحين؟ خلاص خلك. بطور 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 بطور، تعال تعال. خلنا نشوف شو بيطلع لي تطويره. تكفى. I'm breaking 3. لو حطيت السيف، لا سيف اريد مطور. انا بطور ذا. بس ما عجبني 3، اشوف كتاب. I'm breaking 3 ما ادري وش بيطلع بعده. Quick charge، لا. Quick charge برضو. بيقول طلع لك Quick charge، هل ارجع وارجع يعني اطلع وارجع؟ Quick charge. اها اوكي. اذا معنا لا ام بريكنج والله يستر، يا رب ام بريكنج اول وحده بعدين افيشنسي يعني ضبطك ام بريكنج. خلينا نشوف اطلع. لا لا ما هم حالي ما هم حالي، امورنا طيبه واخويا يا سلام. اوكي حلو لابس ذا مبدئيا، ابغى ادور على القلعه. المشكله ما ادري وين اروح، يعني رحت يمين اول في طيحه، باجي من هنا بشوف. انا والله ودي اني اكسر، لا هنا ما مرتحت، مرتحت للمكان. اشوف هنا، مع انه هنا يجون غثيثين ذولاك خنازير، كنت اسمع اصواتهم حتى. واضح اني جالس العب سيف مره، في النهايه طلع اني ما في هنا شيء. ايش في ايش في؟ بس كذا يسولفون يعني. تسوي الحركه ذاكني سويتها في الستريم مره حلوه، خصوصا في النظر يعني تنفعك اذا انت تبغى تنزل مكان زي كذا. بس تنتبه من هذا، ايوه تنتبه من هذا. وين الكوره؟ وينها؟ يهوش. اوكي اوكي الثاني ترى في وجهك، والله انها في وجهي انا، قال لك في وجهك. طيب وكيف ذا الحين؟ حتى متى؟ حتى متى؟ هات 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 هات، ارم ارم يا اخوي، الله يشغل والله ما اقول الا الله يشغل. واو ربي ترى ما معايا اسهم كثير، ترى المعلوميه المشكله انه جالس يبعد عني. اوكي خلاص توكل على الله. طبعا هذه الحركه اللي انا اقصدها، ما تتدمج، امورك طيبه، تنزل على طول بس عشان نعرف من وين نطلع. خلاص انت تعال، انا احط هذه هنا واعرف انه محمد بيتك ترى فوق. والحين بسم الله نبدا لانه معانا السكلتين قدامنا على طول. اوكي هذا راح. ايش خلك واحد ما يحسب يعني؟ اصبر، وهذا من هنا وذا من هناك. تعال تعال انت اول شيء، ايزي ايزي كل لانك تحت. تعال 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 تعال، ايوه انا بالي ارفعها بس. تكفى تكفى، اوه يا محظوظ.
واحدة ثانية وتكبر، واحدة ثانية تكبر. أحا خلاص اصبر اصبر. اوه لو اني رفعتها بس شوية. ايوه ليتس جو القم ورع اشغلت انا. بطلع فوق واروح ورا يسار. انا احس انه مكان حلو صراحة او مناسب. لحظة لا يكون في مشكلة ولا شيء. ورب اني متوتر خايف ما ادري ايش حتى اسوي، ما ادري وش اقول. ساكت مركز هنا فوق. ما اشوف شيء. اوكي ولا تحت. حلو طيب حصلنا ذا، بس هذا مو القلعة، هذا ما احتاجه للحين. مش في جولد هنا صراحة ما ادري. هذولا لو دخلت لهم الان بعند استعس ما هم طريق. بيجوني ذولاك اللي لابسين اسود يا اخي. ذولاك ما يمزحون، عشان كذا بطلع من فوق. المشكلة ما ادري ليه بطلع، والله انها لقافة، والله ما لي حاجة ولا فائدة. اوه هذا كبير حتى. نايس هذول اللي انا اقصدهم، هذول الملاعين. لا ولي ما يمزحون، دمج مليون عندهم. ياهو وين القلعة؟ راحت الحلقة كلها وانا ادور في ذا القلعة. اوكي اتوقع في موقع في جوجل يجيب لك القلعة وين، يعني تعطيه السيد ويجي يقول لك ترى في السيد حقك بيكون هنا وهنا وهنا وهنا، اذا ما خاب ظني يعني. واحد قالها لي فخلني اشوف. طيب بعد حوسة مواقع، في موقع اسمه شانك بيس. اوكي دخلت فيه وطلعت احداثيات حق اقرب شو اسمه قلعه لي، يعني اللي قريبه مني الان. هو يوريك كل حاجه، باستين ترجر كل حاجه كل شيء. فاصلا بما ان السلسله اصلا مطوله فهذا شيء مره بيساعدنا كثير. لو نبغى احنا باي ماك محدده ولا شيء تقدر تبحث عن كل شيء تبغاه. فيقول لي روح اكس 507 يلد زد سالب 272. اوكي طيب وخر عني يا اخي، ولا حلالك اصلا تطلع الا من هنا. اوكي من هنا يزيد، يعني لازم ينقص من هنا، وهذا لازم يزيد. اجل الجهات ذي في الجهات هذيك. اوكي ياكل. شت هذا وينه؟ هذا اكرهه، هذا ما اطيقه ما اطيق. هذه هي القلعه. اوكي قلعه. ما مرة تحمست، حسيت لو انه جاني ولد ما بتحمس زي كذا. واو يا انها موجودة في مكان بايوم جدا زفت. والله يلعنك يا شيخ. يا رب اني اطيح يا رب اني اطيح. ايوه الكم يا زبال. بدي يرسبنون شت. بينتفني من الان. اوكي لازم انزل. ما عندي بلوكات، انا مش جايبني. مش جايبني هنا، انا ما عندي بلوكات. ودرعي اصلا بيخلص. دربلتي 7. يا سلام عليك يا محمد. الله والمخ يا محمد، الله عليك. لا 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 مو بذي مو بذي يا اخوان، فيني رعب مو طبيعي. لا لا تطلع حتى وين؟ حتى وين طالع؟ روح روح. الله ما اجيك على الطرف يبغاني اجيك. هذه يمكن اخس قلعه قد شفتها في حياتي. سبونرين، سبونر وراي وسبونر قدامي. هذا قفل اللي وراي. اوكي حلو. بليت سيف يا محمد، ما انت مستعجل على شيء. تكفى دريم لك. مرة تروني قامت. ام العافية خايف خايف. كم عندي كم عندي كم جمعت؟ 6. اوكي باقي لي واحدة، حرفيا باقي لي واحدة واحدة. واقول لكم السلام عليكم يا اخوان، نراكم لاحقا. وفي واحد من اخر الدنيا يحاول ينتفني. انت الافضل. طيح لي ثنتين حتى. باي. خلاص كم عندي؟ 9. عشان لو بس بسوي بوشنات باخذ زيادة، عشان بس لو اني بسوي بوشنات. نايس كم عندي؟ 11. باي. ايوه ارموا كلكم، يلا مع السلامة الان.
طيب ابغى اجي كذا كذا واهرب. اوكي بسم الله. كم عندي بلوكات؟ واحده. احتاج بلوكات زياده. انا رايح. سويتها؟ والله اني سويتها، اقسم بالله اني اسطوره، والله اني اسطوره. صح اني يعني كنت خايف مره وجبان شويتين بس ما حد يلومني. انا عندي عقده من النذر، انا عندي عقده صراحه رعب. توكلنا على الله. سمعت صوت الكريه؟ اسمع صوت الكريه يا اخي. اوه شوف 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 شوفونه. هذا اللي من جد حاشرني ريسبون. ترانا رعب، ترانا كريه، ترى والله يمكن يطير سبعه قلوب ما يمزح. اوه نقص. اوكي خلاص يلا باي. السؤال الاجمل الان صراحه. اوكي جبت انا حق البلايز، باقي الاندرمان، باقي الاندرمان. يا اما اني قلت اسوي له تريد ويطلعوا لي هم اي اوف اندر، او انو وات. والله انه احا جتني فكره. البث الجاي باذن الله بيكون اسوي مزرعه الفارم. مزرعه الفارم هياخذ لك، واضح اني مشتت. مزرعه الذهب او جولد فارم. جولد فارم هذه مره بتساعدني، بتفيدني، يجيب لي جولد لا نهائي. والجولد هذا بستخدمه من ناحيه اني اسوي تريد لذولي البيجلند ويعطوني اي اوف اندر، احسن من اني يعطوني اندر بيل، احسن من اني اروح احارب واحد واحد الاندرمان ويدعسوني. تخيل احفر 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 ذا التحفير كله، في النهايه نفس مكاني، ما طلعت مكان، ارجع اروح اطلع على الطرف عند اللافا. وصلت فوق 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 البيدروك اللي فوق من كثر ما اني احفر. يلا بنستفيد منه المكان هذا. تدرون ليش بنستفيد منه؟ لانه اصلا المزرعه اللي نبغى نبنيها بنبنيها فوق. ايش في؟ لوهله حسبتها طائره جايه، ما ادري ليه يعني، بس ايش في ماينكرافت؟ ليه قلبنا صرنا زي كذا؟ المفروض انا كان حفري ووزنيتي تمام. يا ليل الليل، خذ. احا اي والله حرقني. يلعن شكله. والله لا تموت. استغفر الله. بحاول يعني اقتل. فك الله يلعن بالراس. خلينا ناخذ حق هذه النذر ستار مدري اسمها عشان اسوي بيكن. اوه صح البيكن منها. كم احتاج واحده؟ طيب اخذتها. بعدين جاستير او شكلها احتاج. اوه احتاج، لا البيكن احتاج اقتل الويذر ويجيني النجمه حقه. اوكي يعني انا ضيعت من حياتي الحفر ذا كله. لو اني بنيت درج يطلعني لفوق كان احسن. شفيني غبي؟ شفيني غبي؟ ابغى افهم. خلاص نرجع للوضع القديم، لاني قادر اسوي درج يطلعني فوق، ابني درج طلعني لين البيدروك اللي فوق. اجي ابغى ابني درج يطلعني لهذه طحت. يا الله والله يا اني طولت في النظر. اوكي خلاص انا اشوف كذا كافي صراحه. هلا والله، ايش الاخبار؟ خلاص الان باقي لي بس اسوي مزرعه الجولد، وهذه ان شاء الله اني بسويها في بث، وبعدها نروح للتنين. وإذا فزت على التنين صراحة بروح للوذر وببدأ أكمل كذا مشاريع كبيرة إلى أن أصير معضل وأقدر أدعس الهوردن. هذا هو الهدف النهائي. فبس أتمنى الفيديو عجبكم. ماينكرافت خفيف لطيف، سلسلة الهارد كور جالسين نتطور فيها. الأفكار اللي صراحة ودي تساعدوني فيها، أنا أحب إنه صراحة كل شوي أو كل حلقة أحط أعطيكم فكرة وتحاولون توروني أفكاركم. فأبغى أصلح الممر، واللي عنده افكار ممر يرسلها لي، وبرضو المدخل. يعني اوكي هو المدخل حلو. لا والله المدخل حلو، ما راح اعدل فيه. الجدار يعني ايش البلوكات اللي احطها هنا؟ ايش التصميم كامل حقه؟ يعني انا جيت جربت بذا ما عجبني صراحه، ايش التصميم حقها كامل؟ وبس خلاص كذا يكفي اتوقع، يكفي. اتمنى الفيديو عجبكم. شكرا على المتابعه، وكل عام وانتم بخير، ومع السلامه.